الفيلم ان شاء الله يبقى جاهز للعرض قريب، لسه ما اعرفش حددوا ميعاد ولا لسه، بس اعتقد انه هيبقى جاهز للعرض في اجازه نص السنه. دوري فيه جديد، اول مره اعمله، بعمل دور محاميه بتساعد احمد عيد في المشكله اللي بيقع فيها. دور محوري جدا في الفيلم، ويمكن لما قريت السكريبت في الاول تحمست الفيلم كله اكتر ما تحمست لدوري، ودي كانت علامه يعني مبشره بالنسبه لي. خالد اشتغلت معاه قبل كده، واحمد اشتغلت معاهم قبل كده، فبالنسبه لي اللوكيشن مش غريب عليا، يعني داخله اعمل حاجه مع اصحابي غير لما بدخل على لوكيشن غريب بالنسبه لي، الناس اول مره اشوفهم، اول مره اشتغل معاهم. اكيد كنت داخله فكه اكتر، مرتاحه اكتر في الشغل، ودي بتبقى من العلامات الكويسه للممثل ان هو يبقى مرتاح في اللوكيشن بيصور.